شهدت محال بيع الكعك والبسكويت بالغردقة إقبالا كبيرا من أهالي المدينة السياحية والوافدين الأجانب، وحازت المحال الموجودة بمنطقة ممشى الغردقة على أعلى نسبة من الزوار من أهالي المدينة، بالإضافة إلى السياح الذين شاركوا المصريين لاحتفال بأعيادهم. ومع ارتفاع نسبة الإشغال بالمدينة السياحية إلى 70%، زادت نسبة المعروضات من حلوى العيد وتنوعت الأصناف، ولا سيما مع إعلان العديد من الجهات تنظيم عدد من الحفلات المختلفة بالفنادق المختلفة خلال العيد في عدة مناطق مثل الجونة وسهل حشيش. في عندنا رواج الحمد لله رب العالمين، عندنا تشكيلة كبيرة جدا متنوعة من المخبوزات، عندنا كحك العيد وعندنا البيتي فور، عندنا البسكوت سواء عجوة سواء بسكوت شوكولاتة، عندنا الكحك بأنواعه، البيتي فور بأنواعه بالمكسرات وبالملبن والمربى وجوز هند وفارماسيل والحاجات دي كلها. طبعا باجي اخد حاجات من كام سنة، من كذا سنة بشتري حاجات الشرقي اللي هو الحلويات الشرقية، باخدها معايا برا بديها كهدايا، وانا طبعا بستخدمها وانا باكلها برضو، الطعم مصري اصيل، السكر مظبوط او بالنسبه للناس اللي بره اللي هو فيه كتير ولا قليل، مظبوط جدا، الكواليتي كويسه عجباني، عشان كده انا باجي اشتري من هوت والسعر مناسب. بصراحه جميله جدا، والمكان بيهتموا جدا بجوده المنتجات بتاعه العيد، وانا باجي اشتري باستمرار من هنا، يعني بصراحه الناس محترمه جدا. اشتريت بسكوت وكحك، وامبارح اشتريت غريبه وبقيه الحاجات بقى سابلي والحاجات دي، بس ناس محترمه جدا ونتمنى ان هم يستمروا على كده على طول يعني.